طيب تعالوا بقى ايه نكمل النهارده ان شاء الله. هنبدا النهارده اول يوم عمل لينا ان شاء الله، يكون في عملي وفي نظري بشكل فعلي. الانستوليشن هنبدا فيه، وهنسيب السيستم يعمل انستول، وبعد كده هنتحرك يعني نتكلم بشكل سريع كده على الهيستوري بتاع لينكس. ماشي. طيب بدايه احنا كنا اتكلمنا امبارح وقلنا الريكويرمنت عندنا هتكون بسيطه جدا ومحدده. تحديدا اللي احنا عايزينه ان يكون عندك فيم وير انستولد او فيرتشوال بوكس، وبعد كده نبدا نعمل انستول. اتكلمنا كمان انت لازم تكون عامل داونلود الايزو بتاع سنتوس او بتاع ريد هات، بغض النظر بقى انت هتشتغل ايه فيهم، هما الاثنين قلت لك زي بعض مش تفرق معانا كتير خالص واحنا شغالين. طيب ممتاز جدا. تعالى كده نفتح الاول قبل ما تعمل اي حاجه، لو انت عندك فيرتشوال بوكس موجود خلاص، فانت ممكن تدور كده على حاجه اسمها فيرتشوال نتورك اديتور. ماشي. واللي انت محتاجها بس دلوقتي، اللي انت محتاجها السبب بسيط جدا، انا عايزك بس الاول تروح على الشبكه اللي هي ناديا وتبقى عارف انت هيكون السبنت بتاعتك في رينج كام. تمام كده. يعني تعالى كده نفتح السيتنجز دي. بص عند هتلاقي عندك ثلاث شبكات في الطبيعي لو انت ما غيرتش اي حاجه، مجرد عملت انستول لفي ام وير. تمام. هتلاقي في الثلاثه كونكشنز عندك، واحد بريدجد، واحد هوست اونلي، واحد نت. تمام كده. طيب زي ما انت شايف قلت لك هيكون عندنا ثلاث شبكات موجودين، الاولى اسمها بريدجد، والثانيه اسمها هوست اونلي، والثالثه اسمها نت. احنا دلوقتي مهتمين حاليا هنهتم بالشبكه اللي اسمها نت دي. وايه معنى بريدجد وايه معنى هوست اونلي ومعنى نت؟ هنيجي للكلام ده ان شاء الله في اخر التراك الثاني واشرحه بالتفصيل الممل. انا بس عايزك تهتم قوي بالشبكه اللي اسمها نت دي، وعايزك تبص على الرينج بتاعها. شايف الرينج؟ انا عندي هيكون 192 168 101 دوت 0، والسبنت ماسك بتاعها 255 255 255 دوت 0. طيب ممتاز جدا، يبقى انا كده عرفت الشبكه بتاعتي هتكون ايه. طيب هكنسل الكلام ده كله كده، وتعالى نفتح بقى في ام وير ورك ستيشن. فتح معايا اهون. ماشي. هعمل فيرتشوال ماشين جديده. تعالى كده نروح لفايل نيو فيرتشوال ماشين اهي. هختارها كاستم، مش هختار تيبيكال. ليه هختار كاستم؟ بكل بساطه الموضوع بسيط جدا. في ام وير كشركه، هي كشركه بنفسها يعني عامله زي اوتوميتد سيت اب لمعظم الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده. تمام. فلو انت بتعمل انستول لمعظم الاوبريتنج سيستمز اللي هتلاقيها موجوده حتى في السوق دلوقتي، اوتوماتيك في ام وير هتحاول تعمل لها ديتكت وتعمل لها حاجه اسمها اوتو انستول. اوتو انستول ده يعني بص عايز اقول لك مش هيوريك تقريبا اي حاجه في الانستوليشن، بس انا عايز دلوقتي احنا لسه في الاول بنعمل انستول، فانا عايز اوريك ازاي بتعمل انستول كده على السريع. خلاص. فعشان بس نوريك ايه اللي بيحصل هختار كاستم انستوليشن عشان انا اختار كل حاجه بنفسي. ماشي. تمام. طيب تعالى هقول له كده هنا نيكست، بيقول لي الكومباتيبلتي بتاعتك الـ احنا لما بنعمل فيرتشوال ماشين بنختار او بنعمل حاجه اسمها فيرتشوال هاردوير. الفيرتشوال هاردوير ده كل ريليز من في ام وير ورك ستيشن بيسبورت فيرتشوال هاردوير معين. طيب هتفرق في ايه يعني يا سيدي؟ بص بكل بساطه الريليز مثلا بتاع في ام وير 10 يفرق ايه عن 10 اسف 12 يفرق ايه عن 10 وعن 8 وعن 7؟ بص كل نسخه من في ام وير بتسبورت فيرتشوال هاردوير مختلف بليميتيشنز مختلفه. يعني مثلا ممكن تلاقي الريليز 10 على في ام وير بيسبورت وليكن فيرتشوال ماشين اقصى مساحه للرامات فيها وليكن 32 جيجا، وهتلاقي الريليز اللي بعده مثلا وليكن 11 بيسبورت الفيرتشوال ماشين يكون ليها 64 جيجا. ريليز هتلاقي اكبر مساحه للهارد ديسك 2 تيرا او للفيرتشوال هارد ديسك، ريليز تاني هتلاقي اقصى مساحه 4 تيرا، وهكذا يعني. خلاص. فلما تيجي تختار حاول دايما ها مش هقول لك تختار الليتست، لا هتختار الموست كومباتبل مع الانفايرمنت بتاعتك. يعني بص كده عندي الفيرتشوال ماشين هاردوير كومباتبيلتي بيقول لك ان لو انت اخترت الهاردوير ده يكون كومباتبل مع في ام ورك ستيشن هيسبورت ها في ام وير فيوجن 8 وهيسبورت ورك ستيشن 12 بس.
وده هيكون اقصى مساحه او اقصى حاجه ممكن تعملها لاي فيرجوال ماشين 64 جيجا رام و16 بروسيسور و10 نتورك انترفيسز و8 تيرا بايت ديسك. طب بص لو احنا اخترنا مثلا ان هي تكون كومباتبل مع ورك ستيشن 11، بص قال لي هتبقى كومباتبل مع مين؟ قال لي هتبقى كومباتبل مع ورك ستيشن 11 ومع 12 وفيوجن 7 وفيوجن 8 ومع اي اس اكس 6. بص الليميتيشنز عامله ازاي، بيقول لي هنا نو دايركت اكستن سبورت. طيب بص ورك ستيشن 10 هتلاقيها كومباتبل مع اي اس اكس 5 و6 وفي ورك ستيشن 10 و11 و12 وبص كده نو فيرتشوال كاميرا سبورت. تمام هتلاقي في حاجه ممكن تلاحظها بسرعه كده واحنا شغالين، ان دايما الاولدر ريليزز هتلاقي فيها الفيتشرز بتاعتها اقل من ايه، من النيور ريليزز. ماشي يعني لو رحت الريليز مثلا رقم 6 هتلاقي مثلا بيسبورت وليكن 32 جيجا رام للجست. تعالى كده اروح كده مثلا ل 6، بص كده ده بيقول لك مش حتى 32، ده 8 جيجا ميموري بس، تخيل. واقصى مساحه فيرتشوال ديسك 950 جيجا. يعني لو انت عندك فيرتشوال ماشين عايز تعملها هتبقى الليميتيشن بتاعتها ايه، مرتبطه بالفيرتشوال هاردوير اللي انت مختاره او الكومباتبل فيرجن بتاع الفي ام وير ورك ستيشن اللي انت مختارها. طيب واحد بيسال هو ايه الاس اكس ده؟ الاس اكس ده زي ما انت عندك في ام وير ورك ستيشن بتسطبها على ويندوز كده وتبدا تشتغل عليها، في عندك حاجه اسمها اس اكس بيتسطب على السيرفر بس، وده مش هتلاقي له جرافيكال يوزر انترفيس كده زي ما انت شايف قدامي كده تتعامل معاه ماوس وحركات وبتاع، لا هتلاقي عندك بس كوماند لاين خلاص هو ده تتعامل معاه منه. طب عشان تتعامل معاه بالجرافيكال يوزر انترفيس لا لازم تروح تسطب حاجه على مكنه تانية خالص وعلى ويندوز ماشين على الديسكتوب بتاعك، تسطب حاجه اسمها في ام وير في سفير كلاينت. تمام ومن الفي سفير كلاينت ده تمانج الاي اس اكس سيرفر ده. تمام ايه الفرق بينهم؟ هوريك ايه الفرق بينهم ان شاء الله لما نوصل التراك التاني لحاجه اسمها الكي في ام، وهبدا اعمل لك شويه مقارنات بينهم، وهبدا اكلمك على الاي اس اكس كمان واكلمك على الريف وايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده، هاجي لك بالتفصيل الممل في الموضوع. حاليا اعتبر ان الاي اس اكس هو عباره عن فيرتشواليزيشن برودكت الخاص بالسيرفرات بتاع في ام وير بس كده، الورك ستيشن هو الخاص بالماشينز بتاع الديسكتوب زي اللي احنا شغالين عليها ديت او خاص بمكنه ورك ستيشن عاديه خلاص. لا هو مش جزء من تراك اللينكس بس انا دوري كمدرب ان انا كمان اعرفك ايه اللي موجود عند الناس اللي بره، هو مش جزء من الكورس بس انا لازم اعرفك الناس او الشركات التانيه ايه المنتجات بتاعتها اللي تقابل منتجات عندنا في اللينكس او امبلمنتيشنز تقابل امبلمنتيشنز عندنا في اللينكس، عشان ما تبقاش طالع انت اسمك مهندس لينكس وبس، لا يعني تبقى مهندس بغض النظر بقى انت مهندس لينكس بقى سيستم ادمن لازم تكون عارف الناس اللي حواليك برضو شغالين ايه. تمام كده بالظبط عامله زي واحد راكب عربيه نيسان، ده ما يمنعش ان هو لو حط قدامه عربيه فولكس مش هيعرف يركبها، يعني هما كلهم في الاخر عربيات يعني ماشي، اكيد مش هيكون طبعا عارف فيها وفاهم فيها زي نيسان بس في نفس الوقت هيبقى عارف يتعامل معاها على الاقل يا عم يقدر يسوقها يعني يشغلها يعني. طيب كلام جميل جدا تعال نكمل بقى كده، ادي الكومباتيبلتي بتاعتي انا ممكن يا سيدي اختار حاجه بس بسرعه كده اعدي عليها. بص لو انت عندك مثلا دلوقتي انا اخترت ورك ستيشن 12 هيبقى عندك مشكله لما تيجي تمبورت او لو انت عايز الفيرتشوال ماشين دي تعمل لها اكسبورت وتبعتها على سيرفر عندك. يعني ايه برضو؟ يعني لو انت عندك الانفايرمنت بتاعتك او الانفايرمنت بتاعتك فيها اي اس اكس وحبيت تعمل اكسبورت للفي ام دي وتعمل لها امبورت على اي اس اكس مش هتقدر، خليك فاكر الحكايه ديت، وهتخش في سيناريو بقى انت لازم تعمل كونفرت للفي ام دي من الهاردوير الفلاني للهاردوير الفلاني، هتخش في قصه كده كبيره ملهاش اي لازمه. طب عشان تريح نفسك حاول تختار للموست كومن فيرتشوال هاردوير خلاص. في الحاله بتاعتنا ده الموست كومن فيرتشوال هاردوير ده هتلاقيه 10، ده في حاله ان انت بتفكر الفيرتشوال ماشين دي تعمل لها تيست وبعد ما تعمل لها تيست تبدا تنقلها على سيرفر عندك ماشي. يعني معظم المهندسين اللي شفتهم بتلاقيه بيجرب يكاري الفيرتشوال ماشين وبعد ما يكاري الفيرتشوال ماشين ديا
يشتغل عليها شويه ويعمل سيتنج معينه ويسطب مثلا وليكن ويب سيرفر عليها ويقعد يجرب عليها شويه حاجات وبعد كده ياخدها يعمل لها امبورت عنده خلاص. لا دي مش مشكله في فيرجن 12. اي سوفت وير بتسطبه خلاص السوفت وير ده بيكون حاجه بيكون حاجه اسمها الكومباتيبلتي خلاص. لما تيجي تعمل فيرتشوال ماشين الفيرتشوال ماشين دي تبقى كومباتبل مع السوفت وير ريليس كذا. بس السوفت وير ريليس كذا دون بيديك ليميتيشنز عندك وبيديك كومباتبل برودكتس خلاص. الكومباتبل برودكتس بتاع النيو ريليزز هتلاقيها دايما اقل من الكومباتبل برودكتس بتاع الايرليير ريليزز خلاص. بس ده مش معناه تروح لريليز بقاله 40 50 سنه موجود يعني. ما تروحش لورك ستيشن 5 يعني. ورك ستيشن 5 دي بقالها كتير جدا ماشي. شوف بص هتبقى اقصى مساحه الميموري قد ايه تمام كده. لما بتنزل ابديت بتتحسن اكتر لكن على الجانب الاخر الكومباتيبلتي بتاعتها بتبقى اقل. يعني شايف الريليز 12 ده الريليز 12 ده على ما يسبورت الاي اس اكس هتلاقي الريليز رقم 13 14 نزلوا في السوق. وصلت؟ على ما يسبورت الاي اس اكس معناها على ما يسبورت انت تعمل اكسبورت للفي ام وتعمل لها امبورت على الاي اس اكس على سيرفر اي اس اكس ماشي. طيب عامه طالما لا عندك اي اس اكس ولا عندك اي منتج تاني ولا هتكسبورت ولا امبورت فما تشغلش بالك واشتغل على النيو ريليز وريح دماغك بس خلاص. طالما انت لسه ما وصلتش المرحله دي انا بقول بس الحكايه دي عشان لو حد فيكم عنده سيرفرات وعايز يجرب الكلام ده على السيرفرات اللي عنده او يشغل في ام وبعد كده يعمل لها امبورت. طالما انت عندك لا عندك اي اس اكس ولا عندك اي حاجه تانية ما تشغلش بالك بالحدوته دي لحد ما نوصل لايه لنص التراكت او لاخر التراك التاني وهتفهم الدنيا ماشيه ازاي ماشي. اللي سبورت ايفريثينج ده هتلاقيه اقدم ريليز موجود. بس خلي بالك اقدم ريليز موجود اللي هو 5 ده الليميتيشنز بتاعته سيئه جدا. بقول لك اقصى مساحه لاي فيرتشوال ماشين في الميموري هتبقى 3 جيجا ونص و4 نتورك ادابترز بس و2 بروسيسور بس. عشان كده انا بقول لك ما تروحش الريليز قديم قوي وتخليكم او تخلي الفيرتشوال ماشين بتاعتك كومباتبل معاه لان ده هيأثر معاك بعد كده في الايه في الفيتشرز اللي انت ايه هتقدر تعمل لها دعم خلاص. ايوه بالظبط. كل ما تخلي الهاردوير بتاعك كومباتبل مع ريليز اقدم معناها هيبقى الليميتيشنز اللي عندك اكتر خلاص. عشان كده لو انت عندك سيرفرات اي اس اكس تاني ما تحاولش تخلي الريليز بتاعك latest release وما تحاولش تخليه ها oldest release خلاص. حاول دايما تخليه ايه الحاجة اللي compatible مع اللي عندك. يعني لو انت السيرفرات اللي عندك في الداتا سنتر بتران اس اكس 6 خليه compatible مع 11. لو لسه عندك حاجة بتران اس اكس 5 خليك دايما مع 10 بس كده. ادي كل الحدود. طيب تعال كده ورك ستيشن 12 هنا. انا عارف ان انا مش هامبورت الماشينز دي على اي اس اكس خالص فانا هختار ليتست ريليز طالما انا شغال في السيناريو اللي هو الامثل يعني اللي انا بجرب بس في لاب وعمري ما هنقل المكنه دي على اي اي اس اكس ماشي. طيب تعال كده نعمل نيكست هنا. بيقول لي الانستوليشن ميديا بتاعتك. الانستولر ديسك بتاعي يا سيدي انا حاطه عندي في الدي في فولدر اسمه ايزو واسمه ريل سيرفر 7.2 ده الليتست ريليز من ريد هات اول. هختار نيكست كده. فين الجست اوبريتنج سيستم هيبقى نوعه لينكس وهختار نوعه ريل 7 64 بت. فين اهون تمام. نيكست كده. بيقول لي اسم الفيرشوال ماشين سميها كده Linux Training Administration سميها لي كده لاب. ده هيكون اسم الفيرشوال ماشين بتاعتي
هنا بيسألني اللوكيشن، عايز تخزن الفيرشوال ماشين دي فين، فباي ديفولت بيحطها لك كده من غير ما تاخد بالك في السي في اسم او في الدوكيومنتس بتاعتك. شيل الكلام ده كله كده، مش عايزها هنا يا عم، انا عشان احطها في الفولدر او احطها في الدي عندي هنا. في عندي فيرشوال ماشينز، هعمل نيو فولدر كده واسميها وادي له اسم واقول له اخزن الفيرشوال ماشين دي في الفولدر ده اهو. يبقى انا كده احط اللوكيشن بتاع الفيرشوال ماشين في الدي في الفولدر اللي اسمه فيرشوال ماشينز، في الفولدر اللي اسمه لينكس تريننج ادمنستريشن لاب. طيب نيكست، هديها قد ايه كام بروسيسور؟ هو بروسيسور واحد بس هديها 2 كور كفايه جدا. نيكست برضو انا مش هسطب سنتوس، انا هسطب ريد هات برضو. انا اخترت ريد هات وهسطب ريد هات. انا عندي الاثنين، انا عندي ريد هات وعندي سنتوس. انا قلت لك الاثنين ما فيش فرق بينهم، اختار اللي يعجبك فيهم. تمام. طيب هديها 2 جيجا رام، اعتقد ده اكتر من كافي يعني عليها. نيكست كده. بص كده النتورك، انا من شويه كنت بقول لك احنا هنشتغل مع النات بس دلوقتي حالا. تمام كده. فانا هختار ايه النتورك كونكشن عندي هيكون نوع نتورك ادريس ترانسليشن نت. طيب الاي او كنترولر بتاعي الاس اي لوجيك هسيب الريكومندد بتاعه. الديسكس اللي عندي نوعها سكازي ده ريكومندد برضو. بالمناسبه كل ده فيرتشوال، كل ده فيرتشوال. طيب بعد كده بيقول لي الديسك بتاعك عايز تكرييت فيرتشوال هارد ديسك، هقول له ايوه. بيقول لي مساحه الفيرتشوال هارد ديسك ده كام، وليكن هقول له اديله 100 جيجا يا سيدي، ده كافي جدا. في عندك اوبشن تخزن الديسك كله كملف واحد ولا تحطه كمالتيبل فايلز. انا عن نفسي انا بحب دايما اخزنه ك سنجل فايل. وايه الحكايه دي؟ لان بكل بساطه لو انت فهمت كده مفهوم الفيرتشوال ماشين، انت عم تالوكيت ريسورسز في ملف XML او ملف VMX او ايا كان، بس فعليا الداتا كلها متخزنه على الفيرتشوال ديسك فايل ده. فلو انت في اي لحظه الفيرتشوال ماشين دي بقت كوربتد وعايز بس تنقلها على طول، هتاخد ملف الديسك ده تنقله على مكنه تانية جديده وتشغله، هيشتغل معاك من غير اي مشاكل. خلاص كده. طيب نيكست هنا بيقول لي اسم الفيرتشوال ديسك ده عايز تسميه ايه. بص كده اداله اوتوماتيك، اداله اكستنشن VMDK. خلاص. طيب ممتاز جدا، اقول له نيكست برضو. بيقول لي دي هتبقى السيتنجز بتاعه الفيرتشوال ماشين بتاعتك. خلاص ماشي، هقول له فينش كده. لو عايز تتاكد من اللي احنا عملناه هنا كده، ممكن اقول له اديت فيرتشوال ماشين سيتنجز. عندك الميموري 2 جيجا هيا ممتاز، عندك البروسيسور 2 برضو. ممكن اقول له كمان الديسك عندك 100 جيجا، النتورك نات، السي دي هيكون عباره عن ايزو ايمج هيختارها من المكان ده. ممتاز جدا. في حاجه بس هنا البروسيسور بس كده، ممكن تختار الاوبشن ده كده اللي هو فيرتشوالايز انتل في تي اور اي ام دي في. خلاص. بس اعتقد ان ده كافي جدا. الاوبشن ده بكل بساطه هيسمح لك ان انت تشغل فيرتشوال ماشين جوه الفيرتشوال ماشين بس. طيب من غيره لو جيت تشغل فيرتشوال ماشين جوه الفيرتشوال ماشين اللي انا لسه عاملها دي مش هيقبل معاك، وهيقول لك البروسيسور بتاعك مش سبورتد، لان هيكون عباره عن فيرتشوال بروسيسور. يعني البروسيسور ده كده اللي هيظهر الماشين جوه فيرتشوال بروسيسور. فلما تقول له فيرتشوالايز الانتل في تي اور اي ام دي في ده وان، هيسمح لك انت تشغل فيرتشوال ماشين جوه الفيرتشوال ماشين. طيب هقول له اوكي هنا كده. ممكن اقول له كده باور اون الفيرتشوال ماشين ديا. اوتوماتيك اللي هيظهر معاك ده الانستولر بدا يظهر اهو. خلاص. هيبدا يسالك يقول لك انت عايز تعمل انستول ولا تيست. الديفولت سيلكتد اوبشن هو تيست للميديا اهو، ده اللي كان سيلكتد. تيست للميديا بيبقى مفيد جدا في حاله ان انت نزلت ملف ايزو ونسخته على اسطوانه، وبعد ما نسخته على اسطوانه بتحاول ايه تعمل له انستول. فدايما لما يكون عندك دي في دي او عندك اسطوانه مشغلها، حاول تعمل لها تيست الاول.
لان لو ما عملتلهاش تيست ممكن يشتغل معاك، مش ممكن، في الطبيعة يشتغل معاك، والانستولر هيبدأ، وبعد ما الانستولر يبدأ هوب تلاقيه جاي كده عند 70% او 80% من الانستوليشن، ويقول لك في باكج مش عارف اقراها، او في باكج ناقصه الدي في دي او سي دي بتاعك كوربتد، فالانستوليشن بتاعك يقف. فانت مش عايز تحط نفسك في موقف محرج جدا زي ده، ان انت تبدا انستوليشن ويعمل لك فورمات للديسك ويعمل لك بارتيشنز ويبدا يكتب الاوبريتنج سيستم، وهوب في وسط الانستوليشن يقول لك في مشكله ومش قادر اكمل خلاص. فدايما لما يكون عندك اسطوانه حاولت ايه تعمل لها تيست. في حاله ان انت عندك ملف ايزو وانت عامل له داونلود وعامل له فيريفيكيشن مظبوط 100% مش محتاج تعمل تيست، تمام كده، اللي هو الحاله بتاعتي. فانا عشان ما اضيعش وقت انا مش محتاج اعمل تيست ابدا، فانا اختار اول اوبشن خالص اللي هو انستول. عندنا اضغط انتر كده هيبدا الانستولر عندك، تاخد كام ثانيه لحد ما يلود الانستولر. ممكن تختار 40 جيج، ممكن تختار 10 جيج للديسك كمان بالمناسبه، ممكن تختار 6 جيج للديسك، 5 جيج للديسك. بس ليه انا اخترت 100 جيجا؟ عشان انا اقول لك في الاول التراك الثاني والتراك الثالث هنبدا نحتاج مساحات كبيره، لان نعمل سيت اب للسيرفيسز كتيره عندنا، وهنقعد نكابي باكجز من مكان لمكان، انا محتاج مساحات بس عشان نقعد نلعب معاها. انت في تراك تيستينج خلاص. لو انت في الحقيقه اصلا انت شغال على سيرفر حقيقي، فانت مش محتاج اكتر من 2 جيجا ونص او 3 جيجا انستول السيستم عليه بس. يعني لو حد فيكم اشتغل او حد فيكم حضر اوفيشال كورسز من ريد هات، هيلاقي ان ريد هات بتحط دايما كل الديسكات بتاعتها 10 جيجا، بتبقى اكتر من كافي كمان. بس احنا عايزين نحط سيناريوهات كتير واحنا شغالين، فعشان كده انا اخترت مساحه كبيره شويه عشان ما ارجعش بعد كده اتزنق. لا، المساحه الوهميه مش لازم تكون فاضيه على الديسك، ممكن تقول له انا عايز مساحه 160 جيجا بس فعليا اللي يكون فاضي عندك على الديسك 50 جيجا بس. يعني بص عندي هنا كده، تعالى كده يا سيدي، بصولي كده، الديسك دي بتاعي اللي فاضي عليه 43 جيجا، بس انا قلت له انا عايز الفيرشوال ماشين تكون 100 جيجا. ها، مش شرط. هيحجز على حسب المساحه اللي هتكتبها، يعني لو انت بتعمل انستول وكتب 1 جيجا بس، اللي هتلاقيه محجوز 1 جيجا بس. هيحجز على قد اللي يتكتب بس. لو عملت في بقى عندك اوبشن وانت بتعمل انستول، لو انت عندك اي اس اكس مثلا، لو انت عندك اي اس اكس هتلاقي فيه اكتر من اوبشن. هيقول لك حاجه اسمها ثيم بروفيجننج. خلاص، الثيم بروفيجننج ده ما بيعملش الوكيت لاي مساحه، بيكتب الديسك اوتوماتيك او بيكتب على الديسك اوتوماتيك بس لما تكتب عليه فعليا، يعني لما تكتب ملفات فعليا. في عندك كمان ثيم بروفيجننج ده ما بيكتبش على الديسك خالص الا لما تكتب عليه بس فعليا بشكل فعلي. طب لو ما كتبتش عليه حاجه فعليا ما بيحجزش اي مساحه من الديسك زي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. وفي حاجه عندك اسمها ثيك بروفيجننج. خلاص، الثيك بروفيجننج ده اوتوماتيك بيعمل ايه؟ بيالوكيت سبيس او بيالوكيت السبيس قبل حتى ما تبدا تكتب ملفات على الديسك. يعني لو انت قلت له عايز مساحه الديسك الفيرتشوال ديسك ده 160، هيحجز 160 دلوقتي، وطبعا ده احنا مش عايزينه في حالتنا. خلاص، لا، فيرتشوال بوكس بيسمح لك كمان ان انت تعمل نفس الحكايه، بيسمح لك تعمل نفس الحكايه ان انت تديله اكتر من كور البروسيسور، وان انت تعمل فيرتشوالايز للبروسيسور برضو زي ما احنا عملنا من شويه. طيب، نرجع مره ثانيه، اهو الانستولر بدا. على فكره اسم الانستولر ده كده او الانستولر بتاع ريد هات اسمه اناكوندا. الاناكوندا هو الانستولر، هو الابلكيشن اللي بيساعدك كده تعمل انستول. هي بكل بساطه هي المنيو بتاعك نيكست نيكست فينش من اول ما تبدا انستوليشن لحد ما تخلصه بس كده، ده اسمه اناكوندا. ماشي، طيب تعالى كده، انا اختار اللغه بتاعتي انجليزي، لغه الانستوليشن بتاعتي انجليزي، هعمل كونتينيو. تعالى كده نختار شويه سيتنجز هنا، الديت اند تايم. تعالى يا سيدي هختار الديت اند تايم، وليكن هنا هختار الرياض مثلا. الساعة دلوقتي عندي
كام يا سيدي؟ 11 و40 بي ام. لا ده مش مظبوط، الساعة دلوقتي عندي 47 بي ام. ماشي، ممكن تريح دماغك خلاص تقول له نتورك تايم، ده هيروح اوتوماتيك للانترنت يجيب الوقت الايه من الانترنت، تمام كده. طبعا بيقول لك هنا اوف لسبب صغير جدا، ان النتورك انترفيس بتاعك لسه مش اب خلاص. يعني لو انت جيت كده كل ما تقول له شغل لي نتورك تايم مش هيشتغل معاك. نتورك تايم هيروح للانترنت يحاول يجيب الايه التايم من الانترنت، بس اصلا ما فيش عندي نتورك كونكشن. فتعالى هنا كده نعمل له دان هنا. تعالى بص كده، قلت له النتورك، تعالى انيبل النتورك كونكشن كده، خد اي بي اهو وخده من صندوق 104 اللي كنت بقول لك عليها من شويه. بص لو رجعنا مره ثانيه للديتا تايم وجيت اقول له نتورك تايم المره دي اوتوماتيك هيشتغل معاك اول. وبص راح جاب الوقت وظبطه، كان لسه من شويه 7:33 دقيقه، اوتوماتيك بقى 7:41 دقيقه. ماشي، فعشان ما تتخضش، بس لو انت قلت نتورك تايم ولقيته مش بينيبل نتورك تايم، هيبقى انيبل ده بس في حاله ان انت عملت انيبل نتورك، وده منطقي جدا. يعني ما هو ازاي هيطلع الانترنت والنتورك انترفيس بتاعك داون؟ ما ينفعش. طيب تعالى كده، الكيبورد بتاعتي انجليزي مفيش مشاكل، اللانجوج سبورت انجليزي برضو. ايه تاني؟ ال ايه يا سيدي، السوفت وير سيلكشن باي ديفولت بي سبورت، او اسف باي ديفولت بي سيلكت مينيمال انستول. طبعا انا مش محتاج مينيمال انستول دلوقتي. انا هختار سيرفر وذ جي او اي، وده اكتر من كافي في اول 3 تراكات عندنا، ده اكتر من كافي جدا، رغم ان انا مش هوريك الجي او اي ده ولا هتسمع عنه حتى اول تراكين خالص. طيب فاضل لي حاجه اسمها الكي دامب. الكي دامب دي اللي هي كيرنل دامب، دي سيرفيس موجوده بتحاول دايما تاخد دامب من الكيرنل في حاله ان انت كان عندك السيستم شغال وهوب السيستم هنج او حصل كيرنل بانك او اي حاجه، ممكن تاخد الباك اب بتاع الكيرنل دامب ده وتبعتها لريد هات. لما بيحب يا ما بيحب ترابل شوت بيقول لك اديني الكيرنل دامب ده، تمام. فانا في اللاب حاليا عندنا مش محتاجها نهائي، هعمل لها ديسيبل بس كده واريح دماغي، تمام. ممكن كمان النتورك والهوست نيم كمان اغيرهم، يعني الهوست نيم بتاعي كده النتورك دلوقتي عندي اب ممتاز جدا، فاضل لي بس حاجه صغيره الهوست نيم. ممكن اقول الهوست نيم بتاعي اسميه مثلا سيرفر دوت مصطفى دوت كوم. وتعالى هنا كده نقول له دم. الانستوليشن ديستنيشن بقى تعالى كده نختارها اوتوماتيك، هو سيلكت بقول لك انا لقيت ديسك واحد موجود عندك، الديسك ده مساحته 100 جيجا واسمه اس دي اي. ماشي، لو نزلت تحت كده هنا هتلاقي عندك ايول كونفيجر بارتيشننج هختارها. ماشي، لو باي ديفولت اللي سيلكتد اوتوماتيك كونفيجر بارتيشننج وده هيقسم لوحده، بس انا هختار ايول كونفيجر بارتيشننج دلوقتي، هختار دم كده. بص اللي عندي مفيش اي بارتيشنز اتعمل لها كرييت اطلاقا، لسه الدنيا عندي فاضيه. فبقول لي انت عايز، بقول لك هنا ان انت ما عملتش اي ماونت بوينت ولا عملت اي بارتيشنز ولا اي حاجه، عايز تكرييت اوتوماتيكلي. وبيقول لك السكيما اللي انت مستخدمها، ها ال في ام ولا ستاندرد بارتيشن ولا ايه بالظبط، ولا ثيم بروفيجننج ولا بي تي ار اف اس. خلينا نختار ستاندرد بارتيشن دلوقتي، خلينا نختار ستاندرد بارتيشن دلوقتي. ماشي، وهقول له كده كرييت اوتوماتيكلي، هياخد كده كام ثانيه وهوب اوتوماتيك راح اعمل لك حاجه اسمها سلاش هوم ومساحتها 50 جيجا، وراح اعمل لك السلاش ومساحته 50 جيجا برضو، وراح اعمل لك سلاش بوت ومساحته 500، وعمل لك حاجه اسمها صوب ومساحتها 2 جيجا. خلاص، مش عاجبك كل الكلام ده؟ لو كل الكلام ده مش عاجبك تعالى هنا كده اعمل ايه، شايف هنا ريلود ستورج كونفيجريشن، هيعمل ريسكان للديسكس. خلاص رجعت كل حاجه زي ما كانت، ارجع مره تانية كده ابدا انستليشن، رجعت كل حاجه زي ما هي. خلاص، فاللي احنا بنعمله لحد دلوقتي لسه ما عملناش سيف لاي حاجه. طيب ممكن اختارها ال في ام كده اهو، وتعالى نختار كرييت زيم اوتوماتيكلي هنا اهو عندنا، المره دي عملها على ال في ام
وده اللي انا هختاره مؤقتا عندي، ده اللي انا هختاره ساعة الانستوليشن عندي بشكل مؤقت. ماشي، هو ظبط لك كل حاجة، حط لك السلاش على 50 جيجا وسلاش بوت على 500 ميجا وسلاش هوم على 47 جيجا. هقول له ماشي شكرا، ممتاز جدا بالنسبة لي. هيبدأ يكون فيرم بيقول لك اللي انت هتعمله ده هيتسبب ان انت تكتب بارتيشن تيبل من اول وجديد، خلاص هتمسح كل حاجة على الديسك وهتعمل بارتيشن اسمه اس دي اي واحد وهتعمل له فورمات بنوع اكس اف اس. كل الكلام ده، كل الكلام ده هشرحه بالتفصيل الممل ان شاء الله في التراك التاني، ازاي تكرير بارتيشنز وازاي ايه الاكس اف اس وايه الفرق بينه وبين الاي اكس تي 4 والسواب والال في ام، كل الكلام ده هشرحه بالتفصيل الممل. خلاص يعني لو انت بتجرب بس تعمل انستول دلوقتي، اعمل نفس اللي بعمله بالظبط لحد ما نيجي للنقطه دي، هخليك تحفظها كده حفظ ان شاء الله يعني. فبيقول لك انت متاكد ان انت عايز تعمل الكلام ده، بياكد عليك ليه؟ لانه هيمسح لك البارتيشنز اللي كانت موجوده هنا، هيكتب بارتيشن تيبل من اول وجديد. خلاص هقول له ماشي انا هاكسبت، ده لسه يا عم ديسك جديد انا لسه عامله، ولسه عامل له اد ومفيش عليه اي حاجه، مفيش عندي اي مشكله. هنا انت بقيت جاهز للانستوليشن، في بس عندك حاجه هنا السكيورتي بوليسي. السكيورتي بوليسي اللي موجوده عندك وريد هات في الريليزز بتاعت 7 بدات تحط حاجه اسمها السكيورتي بوليسي. السكيورتي بوليسي دي بتحط رولز كده السيستم لازم يمشي عليها، يعني فرضا مثلا بتاع كده هنختارها اوف دلوقتي. فرضا ان انت شغال في بنك والبنك ده بيطبق معايير حاجه اسمها البي سي اي دي اس اس، خلاص مش عارف حد فيكم مشغلها ولا لا. البي سي اي دي اس اس مثلا بتقول لك ان لا لازم يكون الفاير وول انيبلد، ولازم تكون السي لينكس انيبلد، ولازم يكون مش عارف سلاش تمب معمول له ماونت بالشكل الفلاني. هتكلم عليها برضو، هجيبها في السكه معانا ان شاء الله، هنتكلم عليها وهنطبق سكيورتي بوليسي معينه عندنا وازاي تفيريفاي البوليسي دي وكل الكلام ده هوريه لك بعينيك ان شاء الله. فخليها لحد دلوقتي ديسيبلد لحد ما ايه؟ ما نرجع لها في التراك الثالث ونخليها انيبلد. ماشي؟ دان هنا. لو لاحظت ان انا بعمل ديسيبل لمعظم الحاجات اللي انا مش محتاجها. تمام؟ ليه بس كده؟ عشان الحاجات دي طول ما هي شغاله بتاخد من الريسورسز بتاعتي. وانا مش محتاجها دلوقتي، فطالما انا مش محتاجها ها؟ خليها ديسيبلد خالص. لما ابقى احتاجها ابقى اشغلها. تمام كده؟ طيب ممتاز جدا. تعال كده ابدا اعمل بجين انستوليشن. هتلاقيه هيبدا كده تحت في الانستوليشن، بدا عندك اهون بكاريت ال في ام بكاريت اكس اف اس فايل سيستم، وهيبدا الانستوليشن بتاع الباكجز. انا بس هروح حاجه صغيره هعملها، هروح اليوزر كرييشن واقول انا كاريت يوزر كده. وهخلي اليوزر ده از ادمنستريتور واقول له الباسورد بتاعته اهي. بص انا عايزك تبص على حاجه كده، انا لما اخترت باسورد طلع لي قال لي كده الباسورد اللي انت دخلتها دي ويك، شايف التحذير اللي تحت ده اهو، وبقول لك الباسورد دي فيلد في حكايه التشيك، وبقول لك الباسورد دي بسيطه جدا لازم تغيرها. طيب تعالى كده نغيرها يا عم، نخليها حاجه اصعب شويه. شايف دايما لما بختار اي باسورد شفت لما اخترت باسورد سترونج ايه اللي حصل لها؟ ها شايف؟ اوتوماتيك طلع لك. هقول له دان كده، عندك الروت باسورد اهي. وتعالى اختار كده دي. طبعا انا مش بريكومند يكون عندك في برودكشن انفايرمنت، مش بريكومند في برودكشن انفايرمنت ان ايه تروح تختار باسورد ويك. انا بس بوريك ان هو يطلع لك ورننج كده يقول لك خلي بالك في واحد في مشكله عندك، ماشي كده؟ فبص لي عندك هنا كده طلع لك هنا قال لك ان الباسورد دي ويك. طب لو انا عايزك يعني استخدم الباسورد الضعيفه دي يا عم، انا باسورد بتاعتي ضعيفه وانا عايز استخدمها زي ما هي كده. بص لو ضغطت دن مش هيعمل اي حاجه، بيقول لك هنا اضغط كمان مره عشان تاكد اهو. هضغط كمان مره اوتوماتيك عمل سيت للباسورد الضعيفه دي ومفيش عنده اي مشكله. ماشي؟ طبعا انا مش بنصح في اي برودكشن انفايرمنت تعمل كده.
بس انا بوريك لو انت عايز برضو تستخدمها مفيش اي مشكلة عندك. ممكن تنتجريت مع ال داب لو انت جيت هنا كده، لو رحت الادفانسد هنا. فين يا سيدي، فين فين فين؟ لا اعتقد مش موجود، مش موجوده هنا ساعه الانستليشن، مش موجوده ساعه الانستليشن، كانت موجوده قبل كده في 6، كانت موجوده قبل كده بس مش موجوده في 7. يعني بعد ما تعمل انستول بتعمل الكلام ده كله في دقايق يعني. خلاص. كان في حد هنا بيسأل البيست براكتسز لللينكس وانت بتعمل انستوليشن. النقطة دي تحديدا هقف عندها في التراك، في التراك التاني تحديدا، التراك التاني مش التالت. ليه؟ لان بكل بساطة، بكل بساطة مفيش حاجة اسمها جنرال بيست براكتس. خلاص. لان البيست براكتس لو انت اشتغلت كده في الحالة العملية هتلاقي ان لو انت بتنستول سوفت وير من اوراكل هيقول لك البيست براكتس تعمل السيت اب الفلاني، يعني مثلا تخلي سلاش تمب حجمها قد كذا، وتخلي سلاش فار حجمها قد كذا، وسلاش لوك حجمها قد، او سلاش فار لوك حجمها قد كذا. ولو رحت مثلا سطبت ريد هات ساتلايت هتلاقي بيقول لك الريكومندد تخلي كل بارتيشن مساحته بالشكل الفلاني. تمام. عشان كده بقول لك مفيش حاجه اسمها جنرال بيست براكتس. البيست براكتس على حسب السيرفر بتاعك ده الرول بتاعه هيكون ايه وهيكون شايل ايه عنده، بس ده بكل بساطه. تمام كده. طيب في حاجه بقى زي اقول لك ايه، البيست براكتس اللي ممكن تطبقها عندك وانت سيستم ادمن. خلاص. زي وانت بتعمل انستول مثلا من الطبيعي جدا تخلي السلاش خلاص على بارتيشن لوحده، وتخلي فار لوج تحديدا، مش فار كلها لا، فار لوج تحديدا على بارتيشن لوحده في حاله ان انت عندك سيستم عارف ان اللوجز بتاعته تبقى كتيره قوي، وتخلي فار لوحدها سلاش فار كده على بارتيشن لوحدها، وتخلي سلاش تمب على بارتيشن لوحدها زي ما الراجل ده بيتكلم. تمام كده. تمام. اللي هيفرق معاك واللي هيخليك تختار احسن واحده فيهم هي ايه، او ليه ممكن تخلي سلاش فار مع السلاش او سلاش تمب لوحدها ولا لا، هو السيرفر بتاعك نفسه وانت بتعمل انستول. اصلا انت بتبقى عارف السيرفر ده يبقى عباره عن ايه، السيرفر ده هل هو ويب سيرفر ولا هل هو اف تي بي سيرفر، ولا هتحط عليه داتابيز، ولا هتعمل ايه بالظبط فيه. ماشي. فانت بتلاقي الشركات كده او الناس الطبيعيه بيوصلوا لمرحله كده بعد فتره من شغلهم في الشركه دي بيعمل زي ديفرنت سكيما للديسكس. لما بتيجي تانستول بتختار السكيما دي، يعني بقى معروف مثلا ان كل الداتا بيس سيرفرز بتختار البارتيشننج بتاعها بالشكل الفلاني، كل الويب سيرفرز بتختار البارتيشننج بتاعتها بالشكل الفلاني. تمام. وهكذا، يعني بتقسم الدنيا لمجموعات وكل مجموعه بتاخد سيت اب بشكل معين، وكل مجموعه اصلا اسم الهوست نيم نفسه بشكل معين، والنتورك كونفيجريشن بشكل معين. ماشي كده. كان في سؤال برضه هو بيقول اكس اف اس احسن ولا الاي اكس تي 4؟ بص بكل بساطه مفيش في حاجه اسمها فايل سيستم احسن من الفايل الثاني، وهيجي لك النقطه دي وهتكلم عندها، هتوقف عندها ان شاء الله لما نوصل بس لحكايه البارتيشننج. لسه هنيجي للمانيوال بارتيشننج وازاي نعمل فايل سيستم، هاجي عند الحته دي واقف لك عندها واقول لك ايه الفرق بين كل واحد والتاني. ماشي كده. فبس ما تستعجلش، بس انا كل هدفي النهارده من الانستوليشن حاجه واحده بس، ان يكون عندي سيستم ابقى اجرب عليه بس كده، لا اكتر ولا اقل. يعني انا مش محتاج منك النهارده اي حاجه غير ان انت تبقى عارف بس ازاي يبقى عندك سيستم موجود. ايوه انا عارف ان انا عديت التسطيب بسرعه جدا، لان مهما اقعد اكلمك دلوقتي النهارده على البارتيشننج
مش هتفهم البارتيشننج الا لما اجيله بالتفصيل الممل وابدا اعمل بارتيشنز وابدا احط لها فايل سيستم واكلمك ايه هو الفايل سيستم اساسا وايه هو الاينود تيبل. خلاص فلو انا قعدت افهمك النهارده من السنه الجايه مش هتكون فاهم زي ما نوصل او لحد ما نوصل لمرحله ان انت تكون فاهم الفايل سيستمز اصلا وايه الفرق بين الفايل سيستم اللي اسمه اكس تي 4 غير الاكس اف اس وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده وايه هو اصلا ال في ام. فانا عارف ان الموضوع بيكون في الاول كونفيوزد بالنسبه لك بس كل اللي انا محتاجه منك النهارده ان يكون عندك بس سيستم اب اند راننج عشان ابدا اجرب عليه عشان تعرف تجرب عليه. ما هو لو مفيش عندك اصلا سيستم اب اند راننج هتجرب ازاي بالعقل؟ خلاص مش متقدمه على حاجه يعني ده كلها كام يوم ونوصل للمرحله دي يعني الموضوع كله كام يوم. طيب انا الانستوليشن بتاعي خلاص في مرحله النهايات وصل لمرحله البوست انستوليشن سيت اب تاسكس يعني بالظبط اقل من دقيقه ويكون انتهى. ايوه في راح اوصلها ان شاء الله كمان ربع ساعه باذن الله. خلاص اوشك اهو بيعمل حاجه اسمها نت رام اف اس. طيب هو كده خلاص انتهى خلص وقال لي كومبليت. فاضل لك بس تعمل ريبوت. هعمل ريبوت ويبقى كده الانستوليشن بتاعي انتهى بشكل كامل والحمد لله. فيبقى كده عندي سيستم اب اند راننج هو ده اللي انا محتاجه في الاول. بمجرد بس ما يعمل بوت هعمل لوجن وبعد كده هيبقى كل الاكسس بتاعي للسيستم ريموتلي. ماشي اهو اهو. هتلاقي بس عندك كده اللي ظهر بيقول لك حاجه اسمها اللايسنس انفورميشن. لازم تاكسبت اللايسنس بتاع ريد هات بكل بساطه عشان تبدا تستخدم السيستم. هختار اللايسنس كده واقول له ان انا باكسبت اللايسنس. ممكن تقعد تقراها بالمناسبه. ضم كده بعد ما خلصت خالص هعمل فينش كونفجريشن وانا كده السيستم بتاعي بقى اب اند راننج وممكن استخدمه من غير اي مشاكل. اهو الحمد لله خلاص انا كده بقى عندي سيستم اب اند راننج ممكن استخدمه. الخطوه الاخيره بس بيقول لك انت عايز تختار لو جيت رجعت كده هيطلع لك المنيو دي بيقول لك انت عايز تختار لو عايز تكستمايز السيستم بتاعك. خلاص ها انت محتاج انجليزي ولا عربي ولا محتاج ولا روسي ولا محتاج ايه بالظبط؟ فانا اختار انجليزي اهو. اللانجوج بتاعتك اللي سيلكتد هي يو اس ماشي مفيش مشاكل برضو. عايز تسيت اب اي اونلاين اكونت ولا اي حاجه؟ لا هقول له سكيب الكلام ده مش عايزه. خلاص هنا خلاص بقول لك شكرا انت خلصت كل حاجه. ستارت يوزنج ريد هات انتربرايز لينكس ايوه بس خلاص. كده بقى عندي سيستم اب اند راننج وهنا فتح لك اوتوماتيك. ده الكلام ده هيحصل اول مره بس. جيتنج ستارتد جايد عشان لو عايز تجيب اي هيلب وتبدا تتعامل معاه تمام. لو عايز تفتح اي واحده من دول كده زي تشينج الوول بيبر هيقول لك ايه اعمل كذا 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 بالتفصيل ممل زي الهيلب كده اللي موجود في ويندوز بس كده. فدي كانت اول خطوه عندنا ان انا يكون عندي سيستم اب اند راننج عشان ها عشان اقدر اتعامل معاه عشان ابدا
هتعمل مع السيستم. طيب تعالى هنا كده، اول حاجه بس هعملها، انا قلت لك طول ما احنا شغالين فاحنا ايه السيستم بتاعنا دايما هنتعامل معاه، مش هنشوف الجي او اي ده مره ثانيه. بس هعمل كده اوبن ان تيرمينال، لو جيت اقول له هنا كده اي اف كونفج الاي بي بتاع المكنه بتاعتي ديت اهو 192 168 101 104. بس انا متشكر جدا يا سيدي، وتعالى بعد كده هروح للمكنه بتاعتي بقى لو عندي مكنه ويندوز ولا لينكس، وكل اللي هعمله هروح للتيرمينال وهبدا اتعامل معاها منه. يعني لو كده عندي هنا كده التيرمينال بتاعي اسمه بقى اكسترن ستارت لوكال تيرمينال هنا اهون، هقول له هنا كده SSH لمصطفى ات 192 168 101 104 الباسورد بتاعتي، SSH بستخدمها عشان اعمل لوجن ريموتلي على المكنه دي اهو. انا كده بقيت كونكتد بالمكنه دي وليا اكسس عليها خلاص، ممكن تبدا تنفذ اوامر وتتعايش مع المكنه دي خلاص. والله كل ما يتغير شوفوا ايه لحد ما اعلمك ازاي تثبت اي بي خلاص، ما تستعجلش، بس ما تستعجلش على رزقك. فالحاله الطبيعيه لو عندك فيم وير وخد اي بي هيفضل لازق فيه، فالحاله الطبيعيه خالص. الا لو عملت ريبوت للمكنه طول ما المكنه شغاله هيفضل معاها نفس الاي بي. طيب البرنامج ده عباره عن تيرمينال ايميوليتور موجود على ويندوز اسمه موبا اكسترن، انا بحب البرنامج ده جدا وبحب استخدمه. ماشي كده، البرنامج ده فيه فيتشرز مهمه جدا بالنسبه لنا لشغل انا في الحياه العمليه، يعني عشان كده بحب استخدمه. زي ان هو ممكن يديك اكتر من سيشن، يعني ممكن افتح منه مثلا اس اس اتش تيلنت ريموت شيل اكس دي ام سي بي لو عندك سان سولارس ار دي بي كونكشن لمكنه ويندوز في ان سي اف تي بي سكيور اف تي بي سيريال كونكشن شيل براوزر موبايل شيل، كل الكلام ده من تيرمينال واحد. فانا عن نفسي انا بحب استخدمه. لو عندك البوتي ممكن تستخدم البوتي، لو عندك سكيور سي ار تي، يعني انا عندي سكيور سي ار تي اهو، ممكن تستخدم سكيور سي ار تي. اي تيرمينال عندك بتحب تستخدمه استخدمه، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. ماشي، ده عباره عن يعني حاجه مفضله شخصيا بالنسبه لك، براحتك. ها لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ طيب ممتاز جدا. طيب انا كده بقى السيستم عندي اب اند راننج اهو كونكتد، مفيش فيه اي مشاكل خلاص. وانا عامل لوجن على السيرفر، اليوزر نيم بتاعي اسمه مصطفى والسيرفر بتاعي اسمه سيرفر، وادي الاي بي بتاعه عشان اكد لك اهو، نفس الاوتبوت اللي كان موجود على السيرفر اللي فات. طيب ممتاز جدا. ده كان الجزء الاول من السيشن ازاي نعمل انستليشن. هديكم ان شاء الله بريك ربع ساعه، وبعد كده نرجع نكمل الايه بقيه السيشن. هنتكلم على الهيستوري بتاع اللينكس، وبعد كده نبدا نتكلم على البيزك كوماندز او هنبدا نتكلم كده على 3 4 كوماندز بيزك جدا تشوفهم كده، يعني اديك اللوك والفيلنج بتاع الترمينال من اول النهارده ان شاء الله. تمام.